الحين مثل ما خبرني استاذ حسام، طبعا احنا جمعنا هذه يستخدمونها للابحاث وممكن يستخدمونها للريسايكل، لكن الاهم من هذا هو نشر المعرفه ونشر الوعي. لان نحن بعد ما جمعنا انا لاحظت ان جزيئات البلاستيك اللي حصلناها في هذا البحر في هذا الشاطئ جزيئات بيضاء، ويقولوا لي ان في بحر ثاني الجزيئات سوداء. فهذه الجزيئات والوانها واحجامها تدل على دلائل اخرى. فانت يوم تجمع هذه المعلومات وتحطها على برنامج او موقع كلينزويل بيظهر عندكم في الشاشه، بيخدمهم انهم مثل يعني بحث عام في الاماكن اللي حول العالم شو انواع واشكال الجزيئات هذه. وايضا المتطوعين بعد ما يجمعون حتى على الشكل الفردي، انا جيت اليوم اسبح في البحر وجمعت استاذ حسام، هذه اقدر انا احط هذه المعلومات في موقع؟ تقدر بالضبط من خلال الموبايل ابل ستور او اندرويد، تقدر تدور على كلين سوال، بتلاقي الابلكيشن تبدا تعمل وتعمل تختار المشروع بتاعنا اللي هو UAE Notice Nature علشان تحدد اللوكيشن الجي لوكيشن ونوع النردل او نوع الحبه اللي لقيتها. ودي بس برضه برنامج بيشمل جميع انواع النفايات، احنا بنحاول نعرف ايه انواع النفايات اللي بتطلع في الطبيعه عشان نساعد بيفيد الاستراتيجيات الدوله لتحديد، زي ما احنا شفنا طبعا الدوله حددت السنجل يوز بلاستيك بان على الاكياس البلاستيكيه ذات الاستخدام الواحد، وفي خلال سنتين هيتم منعها تماما من الدوله. نعم، هالاستراتيجيات كلها جت من الابحاث اللي يقدمونها المتطوعين. صحيح. نعم ممتاز.